أبرز لحظات الجوي أوردز. واحد وعشرين واحد 2023 الأنظار كلها هتكون في اليوم ده على الرياض، وتحديداً على مسرح بكر الشدي اللي هيحصل فيه حفل الجوي أوردز بدورته الثالثة، واللي شهد السنة اللي فاتت حضور عالمي ملفت لجون ترافولتا ممثل بوليوود سلمان خان. والسنة اللي فاتت الحدث ده كان حديث الجمهور والصحافة الأيام، وإي تي بالعربي بيرجع يفكركم بأكتر اللحظات العفوية اللي حصلت مع النجوم على اللافندر كاربت. يلا بسرعة سعان ولا إيه؟ برد. محمد سعد الحب الحب والشوق الشوق. البوس البوس مش شام مش شام. فهذا التفاوت في الـ يعني الـ الخبرة الفنية. والضوء كان على النجمات المنافسات على فئة أفضل فنانة، واللي كان مرشح عليها أحلام، أصالة، إليسا ونانسي عجرم. وإي تي بالعربي سألهم عن المنافسة. بس هاي السنة الترشيحات كتير عنا بإي تي بالعربي، كمان أخذت أكثر من جائزة واليوم جوي أورد. إن شاء الله دايما بالتقدم والنجاح. يعطيكي مسؤولية هذا الشيء لألنا كلنا، أكيد مسؤولية كبيرة. منافسة حلوة، منافسة رائعة. أنا أعتقد أن المنافسة هذه راح تنتج عن شيء حلو. الشيء الحلو هو فوز أي حد من الفنانات. وصلنا نحن إلى هالمكان بسبب مجهودنا. منافسة حلوة دايما لما منعمل بهالكاليبر بهالضخامة، وعم ينعمل بكل موضوعية مصداقية، مين ما بيربح؟ لأنه دايما أنا بقول دايما كل جمهور عنده فنان هو الأول بالنسبة له. سو إذا أنا ربحت أو أحلام أو أصالة أو نانسي عجرم، نحن ربحنا بكل الأحوال. سو أنا عامل حسابي مش أنا رح أربح اليوم. ليه هالقد متشائم؟ أبداً، أنا موضوعية، لأنه حسب قد إيه بيصير في تصويت، مين عم بيصوت، يمكن ما أكون أنا، يمكن يكون حيلا شخص من الأسامي الموجودة معي رح أكون مبسوطة. مين قلبك حاسك إنه رح يربح؟ ومن النجوم الرجال شفنا رامز جلال في أول مشاركة فعلية ليه في نوع زي ده من المناسبات، وحضر كمان كاظم الساهر، ماجد المهندس، محمد عبدو، هاني شاكر، ملحم زين، قصي خولي، محمد سعد وغيرهم كتير. والكل ساعتها انبهر باللوحات والاستعراضات الفنية اللي تقدمت بشكل عالمي.